دكتورة نور، حضرتك عضو في المجلس القومي للمرأة، وحضرتك برضو قلتي قبل كده أن المرأة هي بتبقى ضحية الأولى لتغير المناخ. أيوة. وتغير البيئة. ده حقيقي. لماذا المرأة بشكل محدد؟ حضرتك إحنا يعني دي بالطبقة لإحصائيات الأمم المتحدة 80% من المشردين حوالين العالم بسبب التغيرات المناخية هم السيدات والنساء. كم في المية؟ 80% 80 من المشردين سيدات ونساء. Yeah. لما بيحصل لا قدر الله أي كوارث طبيعية نتيجة التغيرات المناخية، حالات الوفيات بتبقى 14 مرة ضعف للسيدات عن الرجال. حضرتك بتقولي يعني نسب عالية جدا. نسب عالية جدا. 14 مرة. Yeah. حضرتك لو لما بيحصل برضو الارتفاع منسوب المياه البحر والمياه المالحة وكده أثر دي دراسات اتعملت في الأمم المتحدة وفي منظمة الصحة العالمية، بتؤدي إلى زيادة حدوث الولادة المبكرة ونسبة زيادة الوفيات للسيدة والطفلة الحديثة للولادة. طب حاجة كمان مهمة جدا برضو بسبب التغيرات المناخية، 40% من القوى العاملة في مجال الزراعة على مستوى العالم السيدات. من 60-80% منهم شغالين مينلي على المنتجات الغذائية. فلما أنت حضرتك عندك مشكلة تغيرات مناخية، أنا في الحوار قبل كده قلت لحضرتك هي حاجة على بعضها، دايرة على بعضها. أنت بتتحسر مشكلة عندك في المية، فبالتالي المية تبقى ملوثة، فتبقى أنت عندك المنتجات الزراعية بتاعتك قليلة. الشح المائي هيقل، هيحصل والتصحر وكده نتيجة حضرتك التغيرات المناخية. فالمنتجات الزراعية بالشكل ده هتقل، فالدخل بتاع السيدة اللي معتمدة على ده هيقل. زي ما قلت حضرتك 40% من السكان دلوقتي على السواحل أو بالقرب منها، ما أنت برضه هتأثر على الاقتصاد كله اللي مبني على السواحل. الكوارث الطبيعية حضرتك أنت كنت بتسأليني برضه السيدة ممكن تتأثر إزاي؟ طبيعه السيده الجسمانيه مهما كان احنا دايما نقول المراه قويه وبتاع، لكن طبيعه الجسمانيه بتاعتها مش زي الرجل. أيوة. فلو حصل اي كارثه طبيعيه حصل بتاع عمرها ما هتقدر تقاوم زي الرجل، فطبعا عشان كده نسبه الحدوث الوفيات بتزيد. حتى في الفتره بتاعه كورونا حضرتك لقوا ان الابحاث لقوا ان البلاد اللي بتعاني من التلوث الهواء بالذات نسبة الوفيات كانت عالية جدا سيدات، نتيجة حضرتك في مشكلة في التنفس، في مشكلة في الحاجات دي. طب في نقطة كمان مهمة جدا، التغيرات المناخية حضرتك اللي بتأثر على الاتيتيود بتاع البشر، بيأثر على النفسية بتاعته. فبتصاب بأمراض الاكتئاب الأطفالها، بتصاب بالأوبئة، بتنتشر جدا بسبب التغيرات المناخية وكده. لو حصل حضرتك كارثة طبيعية أو حصل التهجير أو كده، الأماكن اللاجئين وكده. أيوة. السيدات بتتعرض لمحاجات تحرش وحاجات كده، وأوقات كتير في الأماكن اللي هي بتبقى صعبة شوية أو كده زي يعني الدول الأفريقية لما بيحصل نزوح أو كده، من السيدة بتتعرض لحاجات عشان تحافظ على أولادها، بتضطر تتعرض لحاجات أكبر من ما حضرتك تتخيلي، وبتتقال للأسف. ومنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة أشاروا إليها في أكتر من إحصائيات ومن أكتر من ريبورتات اتعملت في المجال. بس والله ده شيء حزين، يعني أن تكون المرأة هي يعني في مقدمة الضعفاء. يعني هي مش مسألة ضعف، هي بني مهما كنا أقوياء لكن في الآخر السيدة سيدة. أيوه. والسيدة لها مسؤولية كبيرة لأن هي الأم، فليها المسؤوليه الكبرى وخوف على اولادها او كده بتبقى اكبر. ايوه. فهتلاقي حضرتك دايما هي بتبقى يعني غصب عنها، يعني مثلا حضرتك في اي حته في العالم لو حصل كده مين اللي هتروح تجيب المايه؟ الراجل ولا الست؟ هي الست اللي بتروح تجيب المايه. فلما تروح في تطلع بقى من مكان وتروح عشان تجيب تملا المايه او تروح للنهر بعيد او بير او كده هتتعرض يعني لمواقف كتير. شايفين دلوقتي حاليا حتى ما يحدث في الاراضي الفلسطينيه يعني بالظبط وما تتعرض له المراه بشكل خاص. المراه بشكل خاص. حضرتك بتتكلمي عن الحروب، 40% من الحروب اللي شغاله دلوقتي على قله الموارد، والحروب دي ما هي سياسه الارض المحروقه اللي شغالين في جميع انحاء العالم اللي فيها بتدور الحروب بيها. انت بتاثري على التنوع البيولوجي بتاعك، لان خدي بال حضرتك من نقطه مهمه جدا، الحروب حضرتك الناقلات اللي بتنقل المعدات، الطائرات اللي بتنقل الحاجات دي كلها، مش حضرتك بيتنقل معاها كائنات حيه من المكان للمكان، بتتنقل كائنات، فده بيأثر على التنوع البيولوجي بتاع المنطقة.
اللي راحت فيها. طب كمان حضرتك التصحر ما هيزيد، انت حضرتك اللي المبيدات سوري الاسلحه اللي بيضربوا بيها دي ما عماله تطلع انبعاثات زادت من مشكله التغيرات. احنا بنقول عايزين نحافظ على درجه حراره الارض لا تزيد عن 1.5 وده المستهدف، بالشكل الحروب اللي احنا شايفينها على مستوى العالم ده بالشكل ده هنقدر؟ انتوا يعني لا يمكن. يعني اتمنى ان احنا الهدف الاساسي من اهداف التنميه المستدامه هو السلام على الارض. أيوة. اتمنى ان احنا يتحقق السلام على الارض، لان فعلا احنا يعني بالشكل اللي احنا ماشيين فيه ده الكره الارضيه كلها هتفي خطوره على الارض، على الكره الارضيه كلها. يعني مع مؤتمرات المناخ التي يعني تتعدد وتتعاقب في كثير من الدول، ويعني حتى الان العالم لم يتنبه الى ان هناك خطوره. لا متنبهين حضرتك، متنبهين متنبهين وعارفين وحصل ضرر في كثير من الأماكن وفي كثير من البلاد.